لكن القرآن يقول لقد من الله على المؤمنين لأنهم الذين استفادوا وتمسكوا وأخذوا بهذه الرسالة أخذا صحيحا، باقي إنما استفادوا بجهة من الجهات. لو قلت لكم إن الأوروبيين الآن وهم فيهم من ينكر، فيهم من ينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن رسالة محمد خدمته. لماذا؟ لأنها نشرت العلم الذي هيأه هو إلى أن يكون موجودا مخترعا ومكتشفا. البشرية ماذا كانت قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كانت في عماية، كانت في ظلام. ليس هذا خاصا بالعرب كما يقال، بل البشرية كلها. وكان هناك ركام من الأوهام التي أزالها المسلمون، العلماء المسلمون الذين خدموا الطب. كان الناس في الأوروبيون كانوا يعالجون بالضرب كما يفعل بعض الجهال عندنا، يضربون المريض، يقولون إنه فيه جنا فإن أضربه فإما أن يخرج هذا الجن وإما هذا الذي يفعله الدجالون عندنا وأصحاب الحروزة وأصحاب كثير من الناس مع الأسف الشديد يردون الناس إلى هذا الأمر وإلى ما يأكلون به طعامهم غير جيد. هذا يدير الرقية، هذا يدير أن الناس يمرضون والناس تصيبهم الآفات وأنت في تلهيهم عن العلاج حتى يموتوا. أم محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد جعل لكل داء دواء فتداووا، هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله جعل لكل داء دواء. ونجد في تاريخنا العدد الكبير من الأطباء، مكتبات من الطب كلها كتبها المسلمون، وليس عندنا مكتبة لأصحاب هذه الطلاسم والخزعبلات التي يضحكون بها ويأكلون بها طعام أو أكلهم لأن الناس مغفلون. لا، هناك شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونشطت الحركة العلمية بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى هذا. ووجد عندنا طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة. من هم الأطباء؟ هم أصحاب الرقية؟ لا، أطباء. والعالم الآن يحترمنا لوجود هؤلاء الأطباء عندنا، يحترموننا لأن عندنا ابن النفيس الذي تحدث عن الدورة الدمية قبل ويليام هارفي، تحدثوا لنا عن أو تحدثنا نحن عن البيروني، تحدث عن بعض المظاهر الطبيعية وسبقوا المسلمون، سبقوا الآخرين، ثم جاءت البشرية فاستفادت منا. إذن فكانت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، لأنه لو ترك الناس على ما كانوا عليه ما تقدم لا علم ولا غير. هذا العلم الذي تقدم الآن في تجلياته جذوره كانت بدفعة إسلامية. لذلك قلت إن مجيء محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالم كان فعلا منة كبيرة. والآن الناس يعرفون والمنصفون والعلماء من غيرنا، ما احنا دينا ما بخلنا لا علم ولا احنا نبيعوش، احنا غير في الخرافات والدجال والتهريج. صافي، ولا التهريج هو الدين، تهريج تخربق هو الدين. وليس لهؤلاء الذين يتحدث شاهد واحد على ما يقولون، شاهدهم الأكبر أن الناس لا يعرفون دينهم. واحد إنسان فيه سرطان وانت تكتب له كيموت، شكون راك انت مسؤول عليه امام الله؟ انت مسؤول عليه، انما تعرفش يسكت وتقول له. والفقهاء والعلماء والمسلمون قالوا ان من تطبب ولم يكن له علم بالطب هو آثم، هو آثم وضامن. كل العلماء يقولون هذا، مثل الفقه، من افتى ولم يكن فقيها فهو كذلك آثم. مش يقول له معليش اجتهد وأصاب، لا، اجتهد من هو من حقه أن يجتهد فأصاب أو لم يصب. وكذلك يصف الدواء كذلك من كانت له خبرة وصفة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصف الدواء للناس. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لشخص وكان سعد بن أبي وقاص وكان مريضا، قال إيتي الحارث بن كلدة فإنه رجل يتطبب، إيتي. هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم زار هذا الصحابي فوضع يده على صدره كأنه أحس أن نبضه غير منتظم.
فقال إن هذه فحص ظاهري، قال إنك مفؤود أي فؤادك ليس بخير، أي كما نرى الآن إذا كان هناك خضات أو حركات، ولكنه لم يعالجه توقف. لكن قال إيتي الحارثة، ما قالش أجي عندي للدار نكتب لك ولا ندير لك رقية، لا إيتي الحارثة ابن كذا، شوفوا الجواب. فالتعليل فإنه رجل يتطبب أي تعلم الطب، وكان الحارث بن كلدة رجلا نصرانيا تعلم الطب في الشام وكان يعالج الناس وأحال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الذي يريد أن يعالج النفوس الذي يريد أن يقتل الناس، الذي يعالج النفوس يحيله مع الطب. عندك مستشفيات، عندك سكانير، عندك تقول لا شيء، ولا مشيت عند الطبيب راك ما تبرش. الشرط ديالي باش نداويك انا ما تمشيش عند الطبيب، معناه شرطه أن تموت.